مواصلات تسليكية ولا سلكية. كريم بيبي تريك كما تفضلت سيدتي، ربما لمدة أكثر من عقد بالزمن، قطاع البريد والمواصلات السلكية والكلاسيكية من خلال الخدمات اللي كان يقدمها المتعاملون الاقتصاديون في هذا القطاع، سواء في ميدان البريد أو في ميدان الاتصالات، لمدة حوالي عقدين من الزمن، نجح القطاع في تقليل المسافات بين الجزائر سواء من خلال خدمات البريد مرة أخرى أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. اليوم القطاع أمام تحدي جديد كما ذكرت. اليوم أكثر من أي وقت مضى الخدمات اللي تقدمها المؤسسات اللي تقدمها المتعاملين في ميدان البريد في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية هذه الخدمات أصبحت أساسية التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. كون هذه الخدمات الأساسية عنده معنيين ومعنيين. المعنى الأول فرص ومهمة للمتعاملين الاقتصاديين، مرة أخرى الخدمات اللي تقدمها في هذا الميدان خدمات أساسية، خدمات الناس تطلبها. لكن في نفس الوقت الخدمات مرة أخرى أساسية، هذا معناه أنه هناك مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق القطاع وعلى عاتق كل المؤسسات وكل الفاعلين في هذا المجال. ولهذا نجد خطة عمل القطاع منعكسة في خطة عمل الحكومة وبرنامج الحكومة اللي وافق عليه البرلمان، نوجدها في عدة مجالات. أحد المجالات هو تطوير بنية تحتية لدعم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لكن نوجدها كذلك في مجالات أخرى، سواء بالنسبة للإدماج المالي، سواء بالنسبة لتحسين خدمة المرفق العام. فبصفة عامة خطة عمل القطاع تتمحور على ربع ركائز ولا ربع محاور. أولها هو مهمة القطاع في توحيد الجهود، جهود جميع الفاعلين سواء مرة أخرى كانوا متعاملين اقتصاديين ولا ربما هيئات إدارية أو حكومية، توحيد جميع الجهود لتنفيذ خريطة الطريق تسمح لنا بعصرنة وتطوير البنية التحتية، تطويرها باش تكون مواكبة للتطورات المتسارعة التكنولوجية في الميدان هذا، لكن في نفس الوقت لمواكبة كذلك تطلبات واحتياجات المواطنين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات اقتصادية أو هيئات ومؤسسات عمومية. فهذا المحور الأول اللي هو حول تطوير كما قلت وعصرنة البنية التحتية، وطبعاً جزء من هذه البنية التحتية هو الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت على الخصوص، لكن البنية التحتية كذلك تعتمد على مراكز بيانات مثلاً، تعتمد على منصات تكنولوجية لتوفير الدفع الإلكتروني، تعتمد كذلك على وسائل وتكنولوجيات لمثلاً التوقيع والتصديق الإلكتروني. إذن هذا المحور الأول، كما تحبوا ممكن نمشي بتفاصيل أكثر بالنسبة للمحور الأول، ممكن نتكلم على كل محاور ونرجع تعطينا المحاور قبل وبعدين نفصل في الموضوع. السيد الوزير، المحور الثاني يتعلق بالخدمة العمومية وبالخصوص الخدمة اللي تقدمها مؤسسة بريد الجزائر. طبعا كذلك هدفنا من خلال خطة عمل القطاع والحكومة أنه نحسن الجودة تاع هذه الخدمة، وتحسين الجودة تاع هذه الخدمة ربما يكون بالقيام ببعض الأنشطة فيما يخص مكاتب البريد، مثلاً إعادة تأهيلها، توفير مكاتب بريد في كل أرجاء الوطن. هو حالياً هذا الحال، لكن كما نقوله تكون شبكة أكبر، توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وسائل السحب الأوتوماتيكية، لكن كذلك تحسين الخدمة العمومية بالنسبة للبريد
معناتها كذلك إعطاء حداثة أكثر لهذه الخدمات. الخدمات تاع البريد في السابق كانت كلها تتقدم في مكتب البريد، لكن اليوم مواكبة كما قلت لاحتياجات المواطنين هناك خدمات جديدة ينتظرها المواطنين من البريد، لكن تتقدم في فضاء آخر اللي هو فضاء الانترنت وفضاء الخدمات عن بعد. إذن مهمتنا أن ننوع قنوات تقديم خدمات البريد، سواء البريد الكلاسيكي أو خدمات المالية للبريد، تنويع طرق وقنوات تقديم هاد الخدمات مهم كتير بالنسبة لنا في المحور الثاني هذا. وكما قلت كون خدمات اللي يقدمها المتعاملين في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عادت الآن أساسية، فهذا يفتح فرص عديدة ومهمة للمتعاملين الاقتصاديين اللي يشتغلوا في الميدان هذا. فمهمة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتعاون والتنسيق مع كل القطاعات ومع كل الوزارات في إطار عمل الحكومة، مهمتنا كذلك كيف ممكن ندعم ديناميكية النمو في هذا القطاع، كيف ممكن نكبر من مشاركة القطاع في النمو الاقتصادي وفي نمو الناتج الخام لبلادنا. فطبعاً كل إجراء ممكن نقوموا به، كل نشاط داخل في خطة العمل اللي يمشي في الاتجاه هذا رايح نسرع من وتيرته. والمحور الأخير هو بما يخص استعمال تكنولوجيات الحديثة، فمهمة القطاع كذلك أنه تنظم وتأطر استعمال واستخدام تكنولوجيات الحديثة باش تكون محترمة لحقوق المواطنين، لبياناتهم الشخصية، لحياتهم الشخصية. كيف ممكن كذلك وضع أخلاقيات لاستعمال هذه التكنولوجيات الحديثة بطريقة تكون متوافقة مع القيم تاع المجتمع تاعنا. سيد تريكي، يعني الدفع الإلكتروني يعني تحدي اقتصادي بامتياز ضمن عصرة أنظمة الدفع، يعني أنه في الجزائر لا يزال متواضعا. كان مؤخر لقاء برعاية الوزير الأول يعني أبرز حتمية يعني تحسين هذه الخدمة بما يضمن يعني المبادلات المالية ويعني يسهل الاستثمارات في الاتجاه، خاصة ونحن مقبلون على الاستثمار من بابه الواسع. بالفعل تطوير الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بصفة عامة محور هام، سواء لفوائده الاقتصادية كما ذكرت سيدتي، وكذلك لفوائده للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين. خليني نذكر بعض الفوائد اللي ربما عامة الناس تعرفها لكن مهم أن نعاود نكررها. الدفع الإلكتروني يسمح لك اليوم تسدد فواتير الكهرباء والغاز، فواتير الماء، فواتير المتعاملين بتاع الاتصالات سواء الثابت أو الهاتف النقال، ممكن تسدد مبلغ التأمين، ممكن تحجز على طيارة وتدفع ثمن التذكرة، وكثير من الخدمات الأخرى، أي إما تكون منتوجات تنباع عبر الإنترنت يعني دي برودوي، أو تكون خدمات. الدفع الإلكتروني يسمح لك اليوم أنك تقتني بعض محتاجاتك من خلال الموردين لهذه المنتجات أو الخدمات اللي عندهم منصات في الإنترنت. تقوم بهذه العملية دون التنقل إلى الوكالة التجارية، يسمح لك توفير وقت، يسمح لك توفير الانتظار اللي ربما في بعض الأحيان يكون ناس كتير موجودين في الوكالة مع الجائحة اللي نعيشها. يسمح لك كذلك أنك تتفادى تتواجد في أماكن يكون فيها ربما زحم، وتكون الأماكن هذه ربما يعني توصل لك الفيروس هذا مثلاً. فهذه كلها فوائد بالنسبة للزبون، بالنسبة للمواطن، بالنسبة للمتعامل الاقتصادي. الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية راح تسمح له دون أن يكون متواجد يعني فيزيكمون فعلياً
في كل المناطق ممكن يتوجه الزبائن يعني بالملايين، وممكن كذلك يحصل على مستحقات البيع آنيا، ويتفادى أنه ربما لازم يخزن السيولة هذيك، لازم ينقل السيولة ربما باش يدفعها في البنك. إذن مشاهدين نكتفي عند هذا الحد من كلمة وزير البريد والمواصلات. أعود إليك سلمى. شكرا لك أحمد، ومواصلة مشاهدينا لأخبار